غير الزور 19/10/2013. اختراع هذا البناء جراء قسوة من قبل الطيران الحربي. الله أكبر. وها هم عمال الإطفاء يقومون بإطفاء الحرائق فوق المغاوير. الله أكبر. هذا هو الدمار والخرابة الذي خلفه سقوط صاروخ الفراغي من قبل عصابات داعش. حسبي الله وهو نعم الوكيل. حسبي الله وهو نعم الوكيل. الله أكبر. فوج المغاوير يقومون بإطفاء هذا الحريق. الله أكبر. الله أكبر. ما عن شيبة الله ونعم الوكيل. وانا ندين علي اي عسكري هيوح في ايدي لا تحرق عامل يا صغير. يا الله ما بعد معاه يا صغير. الله لاي عسكري ما بعد معاه ما ادري انا كنت فوق فراغ لحاله واحد. ترى هذا البناء بشكل كامل جراء القصف من قبل الطيران الحربي. قصف بالطيران الحربي على المدنيين. الله والله العظيم اي عسكري شوف ما انا احس بسوريا. اي عسكري همسكه هتحلق رقبتي وبشتاق. اي عسكري هقتله سواء شخص من شخص هتحلق رقبته. وهقعد في خيمة هنا هعمل خيمة وهقعد ماني طالع من البلد برضه ولا من الشارع. والحمد لله رب العالمين. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. تعال حرس من قبل الطيران الحربي على أحياء المدينة. المدنيين على قنف هذا البناء. حسبي الله ونعم الوكيل. فوج المغاوير قاعدين قنينه لا تجر عليكم ما زين شايفهم يا ابو قنينه قاعده يا بابا يا شباب رجعوا. الله اكبر. الله اكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ولد قوم انت مكسر يا حسبي. الله أكبر. فوج المغاوير يقومون بإطفاء الحرائق جراء سقوط صاروخ على هذا البناء. حسبي الله ونعم الوكيل. من قبل طيران الموت. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. هؤلاء الأبطال فوج المغاوير يقومون بإطفاء حرائق الناتجة عن قصف الطيران. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. عايش الله أكبر. غارة جوية جديدة من قبل إصابات الأسد. حسبي الله ونعم الوكيل. الغارة الرابعة
الله اكبر على حي الحميديه، حسبي الله ونعم الوكيل. الله اكبر، الطيران الحربي يشم بارات جويه عديده على احياء المدينه، وهذا هو الدمار الذي تخلفه سقوط الصاروخ على هذا الحي. بيقنين الغاز يا بابا، هو بيقنينه بيفوت اخوي لا تصور.